موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها صلاة الاستسقاء، سميت بذلك نسبة إلى الاستسقاء الذي هو طلب السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، وذلك على صفة مخصوصة وردت يعني في الشرع. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فإذا خرج لها الإمام أو نائبه فيستحب له أن يعظ الناس وأن يأمرهم بالتوبة إلى الله والخروج من المظالم، لأن ذلك سبب في منع الخير من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون، والحمد لله رب العالمين.